بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الإخوة والأخوات الباحثين والباحثات الناطقين باللغة العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث عن المسؤولية المجتمعية في مؤسسات التعليم العالي، وسأنتهي باقتراح نموذج تكاملي لهذه المسؤولية، لأنه للأسف الشديد لا يوجد نموذج يناسب المجتمعات العربية والمسلمة إلى اليوم. وحتى أبدأ بالحديث، سأتحدث بشكل سريع أن الأدبيات الغربية تتحدث أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية بدأت بالنصف الثاني من القرن العشرين، وبدأت نتيجة للآثار السلبية التي أثرت على البيئة وعلى المجتمعات وعلى صحة الإنسان من قبل شركات القطاع الخاص، لا سيما في البلاد الغربية، لأنها هي التي بدأت في الثورة الصناعية. والاهتمام العالمي في المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة أصدرت وأعلنت عن أهداف التنمية المستدامة والتي تعكس التنمية المجتمعية في عام 2015، وحددته في 17 هدفا، ولكن مجمل هذه الأهداف تتمحور حول ثلاث محاور. والمحور الغربية هي المهيمنة دون سواها، ولكن الحقيقة البعد الاقتصادي هو البعد الأكثر اهتماما في مؤشرات التنمية في الأمم المتحدة، بحكم أن العامل الاقتصادي يعكس الفكر الرأسمالي الليبرالي. ولكن ثقافتنا العربية الإسلامية لم تبدأ في 2015، ولم تعلن عن المسؤولية المجتمعية في 2015، ولم تتحدث عن الآثار السلبية فقط لحفنة من الناس الذين يؤثرون بحكم نهمهم وبحكم رغبتهم وهواهم الاقتصادي الرأسمالي البحت، وإنما لأن الإنسان مكرم ولأنه خلق لإعمار الأرض والاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها في الأرض والسماء. الإسلام أكد منذ الوهلة الأولى على الحياة الاجتماعية، فنجد القرآن يؤكد على الناس وبني آدم والذين آمنوا، ولا يركز على الفرد إلا ضمن المجموعة، لأن الهدف هو إقامة مجتمع آمن سليم معافى صحيح يبني الرفاهية والازدهار للمجتمع، ولا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب. أيضا نجد مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عندما جاءت 1000 جمل محملة بالزيت قافلة من الشام والسمن والدقيق لأحد رجال الأعمال وهو عثمان، إذا رجال الأعمال الراغبين والطامعين في زيادة الأسعار طلبوا منه أن يعطوه 3 أضعاف سعره، فقال لقد أعطاني الله 10 أضعاف، فلكل حسنة 10 أمثالها، فوزعها للمحتاجين، لأنها كانت سنة الناس محتاجين لها. كذلك عثمان رضي الله عنه قام بتأسيس مشروع مياه نقي في المدينة، حيث كان هناك استغلال من قبل أحد رجال الأعمال اليهود على هذا المصدر المائي الذي يشربوه منه الناس. إذن نجد كما أن المسؤولية الاجتماعية في عبر التاريخ الإسلامي، ولا أريد أن أدخل في ذلك، فالجامعات التي أسست كجامعة القروين لفاطمة الفهري في المغرب، وجامعة الأزهر ومصر أو في مصر، والزيتونة في تونس، والأشاعرة في اليمن، وغيرها من المؤسسات التعليمية، كلها بنيت على مسؤولية مجتمعية وهي الأوقاف.
إذن القضية بالنسبة للمسلمين منتهية، ولكن احتمال للأسف ممارستهم اليوم يريدوا أن يقلدوا الغربيين، وكأن المسألة بدأت من الغرب. عمر بن عبد العزيز في فترة وجيزة من حكمه لم يجد فقيراً ولا شاباً غير متزوجاً ولا شخصاً ليس له مركب، حتى أنه قال لهم انثروا الحبوب في قمم الآكام والجبال وبطون الأودية لإطعام الطيور. فاهتم بالطيور بجانب الإنسان. فالإنسان في المسؤول الاجتماعي لا تقتصر على الإنسان، بل على كل مخلوق من مخلوقات الأرض، حيواناً أو نباتاً أو إنسان. إخوتي وأخواتي، دعونا نتحدث عن المؤسسة التعليمية. فالمؤسسات التعليمية أصلاً أسست لتخدم المجتمع، فمن المطلوب أن تقوم بإعداد البشر لخدمة المجتمع. والمؤسسة التعليمية هي قاطرة التغيير والتحول المجتمعي، فإذا لم تسهم المؤسسة بتغيير وإحداث تغيير وتحول في المجتمع وتنميته وازدهاره أصبحت لا معنى لها، وفقدت صلاحية وجودها في المجتمع. إذن نحن في حاجة إلى إعداد إنسان متكامل ذو شخصية متكاملة عقليا ووجدانيا وأخلاقيا واجتماعيا ومهنيا وحياتيا وقياديا، من خلال التحصيل المعرفي الذي ينعكس على واقع الحياة من خلال النفع العام والتطبيقات العملية لما تعلم. فالدور أدوار المؤسسة التعليمية يبدأ بإعداد الإنسان بهذه الشمولية وهذا التكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والدور الثاني هو تنفيذ المشاريع داخل المؤسسة وخارجها، ليس من قبل الطالب لوحده، بل من قبل الطالب والأستاذ والموظف في المؤسسة التعليمية، فهم فريق عمل متناغم. أنتم تعلمون أن موسى والخضر أو العبد الصالح نزلوا إلى الميدان وحققوا منافع في حل مشكلات مجتمعية على السفينة وبناء الجدار وفي زيارة القرية وفي الساحل وفي كل موقع من مواقع البيئة التي يعيشون فيها. إذن نحن في حاجة أن نحول العلم للحياة وليس العلم للشهادة، وهذا ما نعاني منه في مجتمعاتنا اليوم لا سيما العربية. ينبغي أن تحرص المؤسسة التعليمية على غرس القيم والأخلاق، لأنها أصل المسؤولية المجتمعية. فلا يمكن أن ينفذ شخص ويهتم ويرعى بالمجتمع ما لم يتحلى بمنظومة قيمية وأخلاقية تحضه على تقديم النفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذه النفعية الإسلامية لمفهوم العلم هي التي ينبغي أن نركز عليها في مؤسساتنا التعليمية. للأسف الشديد السيطرة اليوم للفكر الرأسمالي المؤثر في مجتمعاتنا وأنظمتها يؤكدون على إعداد الإنسان للسوق، وإعداد الإنسان للسوق مفهوم رأسمالي وكأنها وحدة اقتصادية بحتة. نحن في حاجة لإيجاد إنسان مكرم يقوم بالعمل وتوليد الدخل وإدارة الثروة الاقتصادية، ولكن بنفس الوقت له روح مختلفة تحضه على تقديم الآخرين على نفسه. فليس الهدف هو الكسب الشخصي، والذي اليوم في الغرب 41 شركة ومؤسسة تملك أكثر من 50% من ثروة أكثر من 50% من سكان الأرض. أين العدالة الاجتماعية وأين المسؤولية الاجتماعية؟ ظهر الفساد في البر والبحر، سواء في التلوث، سواء في ثقب الأوزون، سواء في ارتفاع درجة الحرارة،
سواء في ظهور الأمراض الكثيرة، سواء في تلويث كل شيء للمنفعة الشخصية، للكسب الاقتصادي، لحفنة من الناس في العالم. إذن عندما نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية نتحدث عن الإنسانية وليس عن فئة محدودة. اليوم المسؤولية الاجتماعية في الفكر الرأسمالي تركز على استخدام بعض الأموال التي يكتسبوها من ظهور الشعوب المختلفة في التصدق عليهم لكسب تسويق لمنتجاتهم وخدماتهم، وليس مسؤولية المجتمع. واليوم جائحة كورونا توضح ذلك. أين الخدمات تقدم الصحية؟ وفي أي الدول؟ أين المسؤولية المجتمعية؟ بل زاد الرغبة في السيطرة والهيمنة في جميع المجالات. المسؤولية المجتمعية مرتبطة بالبعد الأخلاقي، وهذا ما يؤكد عليه حتى الغربيون بأنها سياسة لمستوى الجودة الأخلاقية. فبقدر ما تؤتي ثمارها نؤكد أن هناك أخلاق للناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا زال في المجتمعات الإنسانية من يدعو إلى هذا، ولكنهم قليل، ولكنهم ليس لهم صلاحية اتخاذ القرار، وإنما مجموعة من الأكاديميين والباحثين الغربيين الذين يحضون دولهم على تقديم الدعم والمساعدة كمسؤولية اجتماعية للمجتمعات الفقيرة. ولكن يمكن تعريف المسؤولية المجتمعية أيضاً بأنها تضمين المقاصد والأفعال ونتائجها المعتمدة على المعرفة والمبادئ الأخلاقية. إذن نحن نجمع بين المقاصد وبين الممارسات وبين المعرفة وبين المبادئ الأخلاقية، فهي الإطار المنظم للمسؤولية الاجتماعية بغرض تنمية الفرد والأسرة والمجتمع والأمة والإنسانية. من التعريفين السابقين يمكن القول أن المسؤولية المجتمعية تؤكد على الأخلاق والمعرفة والأفعال والتفاعل مع المجتمع ومؤسساته لغرض تحقيق تنمية مستدامة. إذن نحن ندعو إلى إعادة النظر في المناهج في الجامعات وإعادة الثقافة التي يفكر فيها القيادات التربوية والتعليمية ورسم السياسات والتشريعات لإعادة النظر في آلية العمل لهذه المؤسسات وحركتها الإيجابية مع المجتمع ومؤسساته وبقطاعاته المختلفة، القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، حتى نحقق تنمية مستدامة عادلة ومنصفة ومتوازنة. الدعوة اليوم لتحقيق المسؤولية الاجتماعية لا تؤدي إلى تنمية مستدامة عادلة ومنصفة. فإذا المسؤولية بالدرجة الأولى أخلاقية. إذن نحن في حاجة إلى التعلم للحياة وليس التعلم للشهادة. صناع القرار اليوم لا زال تركيزهم الرئيسي على اجتياز الامتحانات وحصول الشهادات، ليس الهدف الأثر، ليس الهدف الأثر، وليس الهدف المنفعة للمجتمع. إذن نحن في حاجة إلى عادة النظر في ثقافتنا وفي قيمنا وفي قناعاتنا وفي مناهجنا وفي أساليب تدريسنا وأساليب تقييمنا حتى نضمن تحقيق الآثار المترتبة على هذه العلوم التي نقوم بتدريسها في مؤسساتنا التعليمية. إذن المسؤولية المجتمعية هي أمانة أولا، من منظور الإسلام هي أمانة لتوظيف ما سخر الله في الأرض والسماء للبشرية دون إفساد في ضوء العلم والمعرفة العلمية وتحويلها إلى منافع للمجتمع والإنسانية لإعمار الأرض وتحسين جودة الحياة ورفاهية الإنسان. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
في ظل منظومة قيمية قوامها الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية. فالإنسان حر ومسؤول في تحقيق ما ينفع ويدفع ما يضر، وهو مساءل عما يعمل أمام القانون الذي ينبغي أن يشرع لتنظيم المسؤولية المجتمعية. ما هي المجالات؟ ننتقل إلى المجالات. في المؤسسات التعليمية ينبغي أولاً، لأن الأخلاق هي الأساس في حظ وتحفيز العاملين سواء أساتذة أو إداريين أو طلاب، ينبغي أولاً التوعية الأخلاقية حول المسؤولية المجتمعية. يعني البعد الإيماني والأخلاقي ينبغي أن يعزز في عقول وقلوب وسلوك جميع منسوب المؤسسات التعليمية. المساهمة في تحقيق الرفاه الاقتصادي أيضاً مجال مهم وينبغي، وهو مقصد شرعي دون تمييز، ليس لفئة غنية أو ثرية، وترك الغالب الأعم في فقر مدقع كما هو الحال. تعديد التناول الأخلاقي، أي تحويل التوعية التي قمنا بها إلى تمثل في الحياة والممارسة في الحياة، ثم تفعيل دور التطوع من قبل الطلبة والأساتذة والإداريين في المجتمعات المحيطة والبيئات المحيطة بهم، ثم تنمية القدرات لجميع منسوب المؤسسة. ينبغي إعادة التأهيل للأساتذة والإداريين والطلبة حتى يتمكنوا من القيام بالأدوار المنوطة بهم والتي تتضمنها وتتطلبها مجالات المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على البيئة وتنميتها وحمايتها سواء في المؤسسة أو خارج المؤسسة، ثم توجيه البحوث والتعلم نحو الخدمة، نحو مجالات المسؤولية المجتمعية. كل البحوث ينبغي أن تركز أولوياتها على احتياجات المجتمع في الزمان والمكان والسياق المجتمعي. عندئذ نستطيع أن نقول أننا نسير في طريق المسؤولية المجتمعية. أيضاً قيادات وإدارة المؤسسات ينبغي أن تكون قدوة في التمثل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، ابتداءً من مدير المؤسسة وقائديها وانتهاءً بالطلبة والعاملين فيها. ثم ينبغي الاهتمام بالأبعاد كلها كالأوضاع الصحية وتنمية قدرات المتعلمين والقيادات أنفسهم حتى يكونوا على علم بذلك. وحتى نتمكن من تنمية الروح القيادية، فهناك 6 مجالات لتنمية الروح القيادية للمسؤولية المجتمعية: القلب وتتضمن تعزيز الإيمان والأخلاق، والعقل وتتضمن تنمية التفكير، والأخلاق اللي هي الممارسات العملية، وأيضا السمات القيادية والكفايات المعرفة والمهنية، ثم الأثر المجتمعي لهذه القيادة. ينبغي الطالب أن يشعر أن له دورا منذ الوهلة الأولى التي يقوم بها بعملية التعلم، فهو يترجم ما تعلم بالتعاون مع أستاذه في الواقع. ينبغي أن ينتقل الأساتذة من الفصول المغلقة إلى الفصول المفتوحة وهي المجتمع، وهذا لن يتأتى إلا بتغيير ثقافة القائمين وإيجاد سياسات جديدة تحض وتلزم الآخرين بالانسياح في المجتمع. أما أبعاد المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية، يمكن تصنيفها مجالات قناعة ومعرفة ومهارة وسلوك وممارسة أخلاقية. للمجالات الأخلاقية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئة والبناء القيادي، ومجالات التشريع والسياسة وحقوق الإنسان، وفيما يلي النموذج المقترح. النموذج التكامل، عندما نقول مسؤولية مجتمعية نعني جميع حاجات الناس حتى يبنى الشخصية ويبنى المجتمع بشكل متوازن وعادل. المكون الأول هو المكون الإيماني والأخلاقي، قولاً وعملاً، علماً وسلوكاً، وهذا ما ينبغي أن يؤكد عليه في كل المقررات، لأنه لا يمثل مادة لواحدة، وإنما ينبغي أن تكون الروح الإيمانية والأخلاقية مبثوثة في جميع المقررات. 2،
المكون العلمي والتعليمي، والتي تعزز إعمال العقل والحرية الأكاديمية والمسؤولية نحو الذات والأسرة والمجتمع والإنسانية والمساءلة أمام القانون. ثم ثلاثة، المكون الصحي والبيئي، والذي ينمي جسم الإنسان وعقله ونفسه وجدانيا أيضا، وحماية البيئة من الآثار السلبية، فقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الإنسان هو السبب. إذن ينبغي أن نعد في المؤسسة التعليمية الناس الطاهرين الذين لا يفسدون في الأرض، لا إفسادا معنويا ولا علميا ولا سلوكيا. المكون الأسري والاجتماعي، وهذا لا يهتم به، لأن في المجتمع العربي المسلم ينبغي أن تكون الأسرة هي الأساس، فهي التي تنمي الأجيال القادمة وهي المسؤولة عن مستقبل الأمة، ولهذا ينبغي الاهتمام بها. المكون الاقتصادي، وهذا ما يتحدث عنه جميع، لكن هذا المجتمع الاقتصادي نبحث عن تنمية اقتصادية عادلة ومتوازنة تتميز بخدمة المجتمع دون تمييز. إخوتي وأخواتي، كما ترون أن هذه الأبعاد لا تهتم بها كلها الأمم المتحدة، وإنما تهتم بثلاثة أبعاد كما ذكرت، لكن هذا النموذج يتميز بأنه يربط بين علوم الوحي والعلوم المكتسبة، فالله هو الخالق للإنسان وهو أعلم بحاجاته المجتمعية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يربط بين عمارة الأرض وعمارة الآخرة، يربط بين التنمية المادية والروحية، يوازن بين تلبية حاجات الأفراد والمجتمع، يعكس الشمول والتكامل في تلبية الحاجات الأساسية للإنسان في مجالات الحياة بغض النظر عن الدين والثقافة واللغة. أيها الإخوة والأخوات، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن سأحاول أختصر أن التنفيذ المسؤولية لها متطلبات، منها سياسات واضحة، منها تنمية أخلاقية، منها تأهيل المعلمين والإداريين، منها إصدار اللوائح والأنظمة، منها أيضا تضمين المسؤولية في جميع المعارف العلمية، وينبغي أن يقوم به جميع المعلمين، وأن يمثل قادة المؤسسة التعليمية وإداريها قدوة عملية وممارسة يومية لهذه المسؤولية، فهم أولى بالالتزام. يجب تبني استراتيجيات تدريسية تعزز المسؤولية الاجتماعية، مثل حل المشكلات، دراسة الحالة، زيارة ميدانية، تعلم بالممارسة، تمثيل الأدوار، المناقشة والحوار، المشاريع، التعلم التعاوني، وغيره من الأساليب التي تحض الإنسان أن ينزل إلى الميدان، أن تقوم المؤسسة بتأسيس ثقافة جديدة وتفكير جديد وقناعات جديدة تولد هذا التغيير وهذا التحول، حتى تسهم المؤسسة ليس في خدمة المجتمع، ولكن في تغيير وتطوير وتنمية المجتمع، لأن المؤسسة التعليمية هي السباقة في المعرفة سواء في البحث العلمي أو في غيره، وينبغي أن تنقل المجتمع إلى مستويات جديدة. للأسف الشديد، اليوم لا تسهم مؤسساتنا التعليمية في إحداث نقلة نوعية تنموية شاملة عادلة متوازنة، وينبغي أن تضمن الأنشطة المجتمعية في الأنشطة الصفية واللاصفية، تبني أساليب تقييمية التي هي تقييم الأداء، الأداء من خلال الممارسة وليس الحفظ في الاختبارات في نهاية السنة أو في نهاية الفصل. ثم ينبغي أن توجد شراكات بين جميع المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع المؤسسة التعليمية، فإذا كنا جادين في ذلك فعلينا إعادة النظر في اختيار القيادات وتأهيل المعلمين وتغيير السياسات وتغيير إعداد المعلم سواء في الجامعة أو في المجتمع، مع إيجاد أيضا تشريعات وآلية للرقابة والرصد لتنفيذ هذا الدور الذي يسهم في تطوير المجتمعات. إذن الطالب ينبغي أن لا يقتصر إعداده على البعد المهني اللي هو الإعداد للسوق، وإنما الإعداد للحياة، الإعداد لأن تكون إنسانا بمعنى الكلمة، شاملا لكل القضايا الحياتية التي يحتاجها الإنسان.
وخير الناس أنفعهم للناس. فأين النفع وأين الدور الذي ينبغي أن يقوم به كل جميع منسوبي المؤسسة التعليمية، سواء كان جامعة أو مركز أو مدرسة؟ أخيرا حتى لا أطيل أيضا عليكم في الوقت، ضيق إلى حد ما، هذا هو النموذج الذي أقترحه لتبني المسؤولية المجتمعية، وينبغي أن تكون المناهج والمقررات والبرامج سواء في الجامعات أو في المدارس تسعى لتحقيق هذه الغايات الكبرى، وهي المكون الأول الإيماني والأخلاقي، وهذا لا يوجد في 17 الهدف للمنظمة للأمم المتحدة العلمي والتعليمي، لا يركز عليه إلا بما يخدم الصناعة التصنيع، فيركز على الابتكار والإبداع، إيجاد صناعة لتمتلكها شركات محدودة، ليبقى الناس في العالم كلهم مستهلكين. فإذا ينبغي التركيز على البعد العلمي والتعليمي الذي يعمل العقل فيتحرر الإنسان. تحرير الإنسان هو ينبغي أن يكون هدف المؤسسات التعليمية. تحرير الإنسان هو الذي سيجعله مبدعا. تحرير الإنسان هو الذي سيجعله نافعا في ضوء المنظومة الأخلاقية. ثم البعد الصحي والبيئي، هم ركزوا على البعد البيئي فقط والصحي من باب البيئة. ثم أيضا البعد الأسري، وهذا لا يهتمون به، والاجتماعي يهتمون به ولكن من منطلق عام، فالأسري داخل في الاجتماعي. ثم الاقتصادي المتوازن الذي أتحدث فيه، فالذي في اللون الأحمر أعطي وزنا ضعيفا في أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن يكون هناك توازن وتكامل حتى نوجد حياة متوازنة ومتكاملة يسعد فيها جميع الناس دون ظلم ودون حيف. ولكن سأتحدث عن التحديات، قصور في التشريعات، وهذا يتضمن تشريعات جديدة، عدم توفر مناهج ومقررات في مجال المسؤولية المجتمعية، يعني عدم وضوح، لا وضوح في التصور ولا في الأدوات، وإنما نقل من ما هو موجود في العالم، وهذا لا يعيب، فالحكمة الضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، ولكن ينبغي أن تتسق مع ثقافتك وعن غاياتك في الحياة. ما هي غاياتك في الحياة؟ ما هي مسلماتك في الحياة؟ ما هي مآلاتك في الحياة؟ عندئذ تستطيع أن تقولب المفهوم الذي ترغب فيه فتأخذ وتعطي. عدم توفر مناهج ومقررات، عدم إعداد المعلم في تصميم وتضمين وتدريس وتقييم مكون المسؤولية المجتمعية. والنظرة القاصرة لمتخذ القرار والمنفذين وأولاء الأمور والطلبة على أن التعليم هو دراسة مقررة علمية، حصل على شهادة، الأب يبحث عن شهادة تميز في الامتحانات، لكن هل هو تميز أخلاقي لخدمة الإنسانية والمجتمع والأمة؟ فإذا في خلل أصلا في قناعات كثير من الناس، ثقافة ليست سليمة، قصور في فهم أن التعليم هو الإعداد للحياة كمواطن ومهني في نفس الوقت وليس فقط للوظيفة، ولا يقتصر التعليم على الإعداد لسوق العمل. ثم قصور في فهم أن الأساس في العلم المسؤولية الأخلاقية، خير الناس أنفعهم. إذا أردنا الأجر الكبير فأفضل الناس، وهذه كلمة جنس مسلم وغير مسلم، أنفعهم للناس، فالمعيار هو ما تقدمه من خدمات للناس. تبني ثقافات بعيدة عن واقع المجتمعات العربية والمسلمة، يعني بدأنا نتحدث عن البيئة الخضراء وعن المسؤولية الاجتماعية كلها بعد ما قرأنا الأدبيات الغربية، ولم نعرف التراث التراكمي
فالبنية التحتية والتعليم والصحة كله في تاريخنا الإسلامي قام على المسؤولية المجتمعية. الأوقاف كانت هي السمة البارزة لتقديم الخدمات للمجتمعات، ووجود نظام حكم عادل ستوجد الحرية وسيوجد المسؤولية المجتمعية، فالكل يشعر، القطاع الخاص يشعر والقطاع الحكومي يشعر ومنظمات المجتمع المدني يشعر، الكل يعمل في تناغم، فالدور تكاملي لجميع المؤسسات حتى نحقق نمو متوازن وازدهار من خلال توظيف كل ما خلق الله في الأرض دون إفساد في المجتمع، سواء للموارد أو غيرها. أيضا لا يوجد يعني إعداد للشخصيات من قبل الأساتذة في الطلاب، شخصيات متوازنة عقلا وروحا واجتماعيا ومهنيا ومواطنة وإلى آخره. لا، في قصور، تركيز على محتوى علمي، وكم منا يتذكر المحتوى العلمي الذي درسه؟ إذن النظام التعليمي لا يركز على بناء الشخصية المتكاملة القيادية التي تحدث تغييرا في المجتمع، والمتوازنة خلقيا ومعرفيا واجتماعيا وروحيا ونفسيا وسلوكيا ومهنيا وحياتيا، وإن كانت تذكر في الوثائق الرسمية للأغراض الإعلامية لكن في الواقع غير موجودة. تجد هذا الكلام كله كلام منمق موجود وفي الإعلام منمق، لكن في واقع المؤسسة التعليمية لا توجد. أغلب المعنيين بالأنظمة التعليم العربية ينظرون المسؤولية المجتمعية أنها مسألة اختيارية طوعية ولا تمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، عندما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذه أساسية. لكن الآن اعملوها في الأنشطة، اعملوا دورات تدريبية، اعملوا مؤتمرات، اعملوا ورش، هذه الخدمة المجتمعية، مسميات لا تفي بالغرض ولا تحقق الهدف الذي ثقافتنا وفلسفتنا وعقيدتنا تحضن عليه. يعني وكأن المسؤولية المجتمعية ما هي إلا دورات تدريبية مجانية أو عمل طوعي فقط، هذا غير صحيح. الأصل التعليم والتعلم والبحث العلمي كله يخدم يعني المسؤولية، وأيضا لا يقتصر على الطالب بل الكل، الأستاذ والطالب والموظف والمؤسسات في المجتمع يعملوا معا في تقديم هذه الخدمة أو في تنمية المجتمع أو في إحداث تغيير، سواء في المجال الأسري والاجتماعي أو المجال الإيماني والأخلاقي أو المجال الاقتصادي أو المجال يعني كل المجالات التي تحدثنا عنها الخمسة. أيضا البعد الأخلاقي لا نركز عليه، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما التوصيات فالمعلم لا يقتصر على نقل المعرفة بل إلى إلهام طلبته وبناء شخصياتهم ومسؤولياتهم. للأسف المعلمين لا يشعرون بأن دورهم هو تنمية الشخصية ولا مسؤوليتهم نحو تحسين الأخلاق وغرس الأخلاق، ولا يرون بأن من دورهم أن يكون هناك تنمية متوازنة للشخصية العربية المسلمة. المعلم ومؤسسة التعليم أن يحدث تحولات في حياة الطلبة، الأهم هو إحداث تحولات في ثقافتهم نحو المجتمع وفي خدمة المجتمع. على المعلم مؤسسة التعليم أن ينمو عقول وقلوب وأفعال، ليس العقول فقط وليس الامتحانات فقط وليس الشهادة فقط، بل أيضا تفعيل القلب والسلوك والأقوال والأخلاق. أيضا على المعلم والعاملين في المؤسسة التعليمية ينمو في الطلبة روح التسامح، هذه الأخلاق والحب والإخاء والحكمة في التعامل مع بني الإنسان سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. على المعلم والعاملين في المؤسسة التعليمية أن يكونوا قدوة في جميع ما سبق حتى يتمثل الطلبة توجيهاتهم. هل الآن الأساتذة في الجامعات والمدارس يعكسوا قدوة سليمة في كل ما قلنا في البناء المتوازن والدور الرائع للرعاية والاهتمام بالطالب؟ أن تقوم المؤسسة التعليمية بإعداد الخطط في ضوء السياسات واللوائح المنظمة وتنفيذها بهمة وحماس وقياس أثرها على المجتمع. فإذا أحد المؤشرات الأساسية لنجاح أي مؤسسة هي أثرها في المجتمع، ماذا أحدثت من تحسينات،
وما أحدثت من تطويرات في المجتمع. وعلى المؤسسة أن تساعد طلبة أن يتمثلوا ويلتزموا ويتعاطفوا مع حاجة المجتمع من حول لرفاهية وسعادة الأفراد والمجتمع. المؤسسة أن تكتشف واقع تمثل منسوب المؤسسة، يعني في نفس الوقت تشخص وتعالج بنفس الوقت لطلبتها. على المؤسسة أن تناقش وتوعي الطلبة بمشاكل المجتمعين، ما هي حاجة المجتمع من حولك في بيئتك، في البيئة التي تقع فيها الجامعة والمؤسسة المدرسة، حتى تسهم وبالشراكة وبالتعاون مع قطاعات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. أيضا إن تعليم الطلبة حول المسؤولية المجتمعية ينبغي أن يسهم بتعديل التصورات والقناعات والاتجاهات السلبية بحيث تصبح إيجابية، لتسهم في تحفيز الطلبة لممارسة المسؤولية المجتمعية عن قناعة وحب. يعني إذا ما غيرنا قناعات الطلاب وتصوراتهم فالسلوك فرع عن التصور، إذا لم نغير هذه التصورات والقناعات والاتجاهات لن نستطيع أن نحدث تغيير في المجتمع. فالتكامل والتعاون مهم، والشراكات مع منظمات وقطاعات المجتمع ينبغي على المؤسسة أن تقود عملية التغيير، هذه مهمة جدا. Transformation, change and transformation، هذه مهمة المؤسسة التعليمية. تغير في التصورات، تغير في الممارسات، تغير في الأعمال والأنشطة والبرامج التي تقوم بها، سواء تعليمية أو تعلمية أو بحث علمي. المناهج والمقررات الحالية في المؤسسات معدولة عن واقع المجتمع. كما قلت، التعليم للحياة والتعلم للحياة، إعادة النظر في اختيار القيادات التعليمية التي تمثل قدوة في إحداث هذا التغير المجتمعي، والتي تعشق العمل لخدمة المجتمع، والتقييم الدوري لمدى النجاح والتقدم، حتى نقدم تغذية راجعة لتطوير وتحسين برامجنا التعليمية، وإشراك المجتمع في عمل التطوير المستمر حتى نمثل قدوة للآخرين. أتوقف عند هذا الحد، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد ننهض بعلمائنا.